اسم زكري عبد اللطيف، نائب الامين العام لحزب الوسط الاجتماعي. اليوم هذه الندوه كتجي في اطار يعني القرارات اللي خرج بها الحزب الوسط الاجتماعي منذ مجلسه الوطني السابق، وذلك من اجل تأطير المناضلين وتكوين وتحفيز كذلك العنصر النسوي والشباب للدخول في غمار يعني الحقل السياسي، ثم كذلك تحفيزهم في المشاركة الفعلية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. إذن هناك كانت على مستوى الحزب بالفعل حاول أنه يقوم رغم الإكراهات ورغم الظرفية الصحية التي عشناها منذ هذه السنة ونصف، إلا أنه حاول الحزب أنه يستمر في هيكلته على الصعيد الوطني، وبالفعل استطعنا نهيكلوا عدد من الجهات من جديد وأقاليم إلى يومنا هذا. اليوم حاولنا ما أمكن ما دامت الفترة أمامنا شهرين، ارتأينا من خلال القرار المكتب التنفيذي والمكتب السياسي أننا نقوم بأيام دراسية تأطيرية على المستوى السياسي وعلى المستوى القانوني. ثم كذلك الندوة اليوم جاءت تحت شعار يعني وضعية المرأة أو لا كيفية تدبير المرأة للشأن المحلي أو الوطني في ظل النموذج التنموي الجديد وفق كذلك القوانين الجديدة. إذن أعطيت تقييم عام حول وضعية المرأة على مستوى المشاركة الفعلية في هذه الحقبة العشر سنوات، ثم كذلك تكلمنا على مستوى النموذج التنموي في شطره الأول الفاشل في الحقيقة، ثم كذلك النموذج الثاني، وطرحنا عدة إشكالات وعدة أسئلة المتمثلة إلى حد يمكن اعتبار أن المرأة فعلا وفق هذه الترسانة القانونية أن وصلت للمستوى تكريس مبدأ المناصفة والمساواة إلى جانب الرجل. ثم كذلك لتبيان الصورة ولتوضيح الرؤية طعمنا أنه الندوة تقوم مشارك محاضر على المستوى القانوني، ثم كذلك السيد الأمين العام في السياق العام في الكلمة المداخلة العامة المداخلة السياسية، ثم كذلك على المستوى الأكاديمي حضرنا أستاذة على المستوى الأكاديمي وعلى المستوى الجمعوي وعلى المستوى التنموي. رغم كورونا قمنا بعدة ندوات في ظل كورونا، وحاولنا نستعملوا يعني بالعمل الإلكتروني عن بعد، وفعلا كانت هذا الاتصال لأنه العمل بخصوص العنصر النسوي كان ممثل على المستوى الدولي على المستوى الخارجي، وحاولنا أنه في ظل كورونا قمنا بأربع ندوات وقمنا بمؤتمرين، مؤتمر الشبيبة ومؤتمر كذلك المرأة ثم كذلك المجلس الوطني. هذه كلها رغم هذه الظروف، ولكن الحمد لله النتيجة أنه حاولنا وفق هذه المتغيرات حاولنا نواكب الحزب مع هذه المعطيات وهذه المتغيرات اللي نتمنى إن شاء الله أنه نخرجوا سالمين على المستوى الصحي، وإن شاء الله الآن بعد هذا الفرج ومن بعد هذا الجو الحمد لله الصحي وفق التدابير الصحية اللي قامت بها يعني وزارة الصحة والسلطات، الحمد لله سوف نستمر في نضالنا وفي هيكلتنا وفي تأطير يعني الشباب خصوصا والعنصر النسوي. وهذا إشارة فقط على أنه الحزب فتح الباب للشباب أقل من 40 سنة اللي يأخذ غمار هذه الاستحقاقات وهذه العملية الانتخابية.